أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، نتناول فيه ما جاءت به الصحف المحلية في الشأن اليمني. فيضانات تغرق شوارع مدينة المكلا، حيث أغرقت سيول الأمطار في الساعات الأولى من صباح الأربعاء مدينة المكلا في محافظة حضرموت. وقال مصدر محلي إن شوارع مدينة المكلا غرقت بالسيول التي جرفت عدة أشجار وسيارات المواطنين. وأوضح المصدر أن مدينة المكلا شهدت أمطارا عنيفة ومتوسطة طيلة الساعات الماضية، وناشد المصدر السلطات المحلية بسرعة التدخل وإنقاذ عشرات السيارات العالقة في مجرى سيول الأمطار. صنعاء لقاءات تنظيمية مؤتمرية تؤكد الالتزام بتنفيذ وصايا الشهيد الزعيم صالح. قوات المقاومة الوطنية تتفقد أوضاع المواطنين في المناطق المحررة بالساحل الغربي. ميليشيا الحوثية ترسل خطباء ورجال دين موالين لها إلى جبهات الساحل. استشهاد طفلين بقصف ميليشيا الحوثية على منزل مواطن في زبيد. استشهد طفل وطفلة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بقصف ميليشيا الحوثي أحد المنازل في محافظة الحديدة. وقال مصدر أمني أن ميليشيا الحوثي استهدفت منزل المواطن علي كمال في مديرية زبيد بصاروخ كاتيوشا، وأسفر القصف عن استشهاد نجله وابنته البالغين من العمر 14 عاما وعشر سنوات. صنع اعتقال والدة الطفلة شيماء عقب تداول صور ومقاطع فيديو تظهر تعرضها للتعذيب. عدن تايم أوردت العناوين التالية: مقاتلات التحالف تلقي منشورات على الحديدة قبيل تحريرها. تحركات حكومية لإخراج 25 برلمانيا من صنعاء لعقد أولى جلسات البرلمان في عدن خلال شهرين. قالت مصادر إعلامية أن هناك تحركات حثيثة للحكومة باليمن لإخراج 25 برلمانيا تحتجزهم ميليشيا الحوثي بصنعاء في إطار مساعيها لعقد أولى جلسات البرلمان عقب التئامه في عدن خلال الشهرين المقبلين. وذكرت مصادر إعلام أن نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي عزى قرار التعجيل بعقد جلسة البرلمان إلى المعطيات الميدانية التي تؤكد تقدم قوات الشرعية في الجبهات واستقرار المناطق المحررة، وأشار أن إرجاع عقد الجلسة في الفترة السابقة كان لأسباب خارجة عن إرادة المجلس. وكشف الشدادي أن الحكومة اليمنية تتحرك لإخراج نحو 25 عضوا بمجلس النواب تحتجزهم الميليشيا في العاصمة صنعاء، وذلك بعد أن نجحت الحكومة في إخراج 13 آخرين من الحديدة ومناطق أخرى. وأعلن سابقا عن نيتها عقد أولى جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن مطلع العام الجاري، لكنها لم تتمكن من تحقيق النصاب الكافي، لا سيما وأن الميليشيات الحوثية تحتجز عددا كبير من البرلمانيين من حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء. موقف متصلب وشروط معقدة للحوثيين تفشل جهود المبعوث الأممية. الكشف عن خط سير وفد حزب المؤتمر بالخارج وأسباب هذا التحرك العاجل. فشل مساعي ميليشيا الحوثي لتوحيد الوفد التفاوضي مع المؤتمر. مصر قيادات حوثية في غارة جوية بصنعاء. مناورة إيرانية حوثية لانتزاع مكاسب مقابل الحديدة. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: المقاومة الوطنية توزع مواد غذائية على سكان عدد من المناطق المحررة بالتحيتة والدريمي. الأمن المركزي في بيحان شبوة يساند الجيش في جبهة ناطع بالبيضاء للتصدي للحوثة. المقاومة الوطنية تستكمل تجنيد دفعة جديدة من أبناء مديرية الساحل الغربية. 7 غارات جوية للتحالف على أهداف للميليشيا في صنعاء. عدن الغد أوردت العناوين التالية: طائرات التحالف العربي تلقي منشورات على الحديدة. تعنت حوثي يفشل مهمة المبعوث الدولي. مواطنون ينقذون ركاب حافلة بالمهرة من موت محقق. وإلى الصحافة العربية والعالمية، والبداية من الشرق الأوسط. الشرعية رفضت شروط الإنقلابيين لاستئناف التفاوض وتسليم الحديدة واتهمتهم بنهب 4.3 مليار دولار خلال عام. تعنت حوثي يفشل مهمة المبعوث الأممية. الشرعية تتواصل مع قيادات داخل الحديدة استعدادا للتحرير. المالكي: إطلاق الميليشيات صواريخها بوجود المبعوث الدولي يثبت عدم اكتراثها بجهوده. اعتراض بالستي حوثي في ينبع السعودية من دون أضرار.
الحكومة اليمنية ترفض التساهل مع سلاح الحوثي وتتمسك بالقرار 22/16. البيان الإماراتية أوردت العناوين التالية: إصابة سعودية بشظايا مقذوفات حوثية سقطت على ظهران الجنوب. التحالف يهيئ قوات محلية لإدارة الحديدة. وقبل أن نناقش قضيتنا نحن وإياكم مشاهدين الكرام لهذا اليوم، نذهب إلى فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا. تعنت حوثي يفشل مهمة المبعوث الدولي ورفض للشروط التي قدمتها قيادة الميليشيات الحوثية إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيث مقابل استئناف العملية السياسية والتفاوضية وتسليم مدينة الحديدة وتحركات حكومية، أيضا لإخراج 25 برلمانيا من صنعاء وكذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. مشاهدين الكرام، وللمزيد ينضم إلينا من الاستوديو الصحفي الأستاذ محمد أشجع. أهلا فيك أستاذ محمد. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. كيف تفسر تعنت قيادة الحوثيين وممارستهم ضغوطا على غريفيث من أجل انتزاع اعتراف أمني بالأممي وكذلك أمني بشرعيتهم وشرعية سلطتهم في صنعاء والأماكن الخاضعة لسيطرتهم؟ أولا، الحوثيين منذ الحروب الستة وحواراتهم كلها فاشلة، كلها خداع. أعتقد أن المبعوث الأممي ليس بالعقلية التي يحملها الحوثي. المبعوث الأممي، أنا قرأت تصريح دعا إلى السلام، دعا إلى فتح مطار صنعاء، دعا إلى السلام بشكل عام، وهذه توجه الأمم المتحدة طبعا. لكن الحوثي فاشل تماما في حواراته، يريد بس يؤجل المعركة، يريد أن يراوغ. وأعتقد أنه لا يمكن أن ينطلي هذا على التحالف ولا على الشرعية ولا على الأمم المتحدة بشكل عام. نعم، هناك الآن تحركات حكومية لإخراج 25 برلمانيا من صنعاء لعقد أولى جلسات البرلمان في عدن خلال شهرين. كيف تقرأ ذلك؟ وما مدى أهميتها لدى المجتمع الدولي؟ لها أهمية كبيرة لدى الداخل ولدى الخارج. نعم. هذه ضربة جديدة للحوثي. أعتقد خروج جزء كبير من البرلمانيين، نعم، يشكل ضغط كبير على الحوثي، يعرضها أمام الرأي العام أنها ميليشيا، أنها لا تقود دولة على الإطلاق ولا يمكن أن تقود دولة. أفشلت مجلس النواب منذ اللحظة الأولى، وهي تفشل مجلس النواب أغلقت المقر، منعت الناس من الاجتماع، أفشلت كل شيء منذ 4 سنوات. تعاملت مع مجلس النواب وكأنه مدرسة أو شيء طبيعي يعني، وهو السلطة التشريعية الأولى. لو كانت تعقل هذه الجماعة أو كان من يديرها أشخاص نيرون، أعتقد أنهم كانوا يتعاملون مع الأمر الطبيعي. فلهذا خروج أو التسهيل لخروج أعضاء مجلس النواب من جديد، نعم، هذا ضربة قاضية للحوثيين، وسيكون أعتقد فاشينهم أمام الرأي العام بشكل عام، يعني لا يمكن أن يقدموا شيء. نعم، هل قرار التعجيل الآن بعقد جلسة البرلمان يعود إلى المعطيات الميدانية التي تؤكد تقدم القوات المشتركة في الجبهات واستقرار المناطق التي تم تحريرها أيضا؟ بالتأكيد هذا له علاقة بالجبهات، وبالذات جبهة الساحل. جبهة الساحل الآن يحاول الأمم المتحدة تصريحات بإيقاف المعركة من هذا القبيل. أعتقد لا يمكن أن توقف معركة. إذا وقفت معركة الساحل فإن اليمنيين سيعانون لعقود مستقبلية. أعتقد إيقاف أي معركة أمام هؤلاء الجماعة الطاغية، إذا لم تعد إلى ما قبل 2011 أو لما قبل الحروب الستة أيضا، إذا لم تلتزم في أماكنها المعينة وتصبح مثل المواطنين، فإن المواطن اليمني سيعاني معاناة شديدة، وها هو الآن يعاني. أعتقد لا يمكن أن يقبلوا بأي حوار. هم أفشلوا الحوارات منذ البداية. نعم. لا يمكن يتعاملوا، ليس لديهم أي كوادر تتعامل مع الآخرين، ليس لديهم يعني، جنبوا كل الناس، كل الشخصيات الاجتماعية، كل يعني الأحزاب، أفشلوا الإعلام، أفشلوا كل شيء. نعم، شكرا أستاذ محمد. ابقى معنا. أعود الآن إلى الأستاذ سالم المجيدي عبر الهاتف. أستاذ سالم، برأيك هل قرار التعجيل عقد جلسة البرلمان يعود إلى نفس المعطيات الميدانية التي تؤكد تقدم القوات المشتركة في الجبهات واستقرار أيضا المناطق المحررة؟ هو السؤال عائد إليك أيضا.
شكرا جزيلا لكم في البداية، وأقول بأن من استطاع أن يستحوذ وأن يغتصب بلد بأكمله من السهل عليه ومن الطبيعي أن يحتجز ويمنع مجموعة أفراد عددهم لا يزيد على 25 برلمانيا. هذا شيء طبيعي، وسوف يتأجل عقد البرلمان مرة ثانية وثالثة وعاشرة ومئة، لأنه يعلم جيدا الحوثي أن ربما عقد اجتماعهم ونزولهم إلى أعزام يشكل ورقة ضغط عليه، وسيمنح الشرعية للشرعية، وسيعتقد بأن شرعيته هو الذي يعتقده واهما أنه ستسحب البساط من تحت أقدامه. فهذا أمر طبيعي يا سيدتي، لأنه مثلا هو ليس بمغفل، هم مغفلين أحيانا وأحيانا يعملون أنفسهم أنهم أذكياء بما تعني الكلمة، فيعتقدوا أن بمنع البرلمانيين من عقد الجلسة في عدن أنه فيه ضرر كبير للحوثي. فماذا تعتقدين أو ماذا تتصورين أنت عندما يعقد برلمان ويسمح لهم بالمرور؟ إذا فقد أعطيت لهم جواز المرور وأعطيت لهم منحت الشرعية، إذا على ماذا يحارب الحوثي إذا كان سيسمح لهم بانعقاد البرلمان في عدن؟ نعم، هل باعتقادك أنه سينعقد أولى جلسات البرلمان خلال الشهرين ويكون البرلمان كامل النصاب، وما الذي أخر انعقاد جلساته؟ كما قلت وأكرر نفس الكلام أنه لا يمكن أن يصل إلى حتى نصف النصاب إذا كان هناك العشرات من أعضاء البرلمان في صنعاء تحت سيطرة ويد الحوثي. لا يمكن أن يترك البرلمان يعقد على الإطلاق أو أن يتم انتصابه، إلا إذا كان هو نفسه قد وافق بأن يسمح لأعضائه هو إلى حوثي بأن ينزلوا ويشاركوا في هذا. ففي هذه الحالة إذا انتهت مسألة السيطرة فيه على الدولة وعلى صنعاء وعلى، فأعتقد هذا من المحال. هذا رأيي الشخصي وتحليلي الشخصي، لأنه كما قلت لك لا يمكن أن يستخدم ورقة ضده، بل العكس سيستخدم نصف وأنصاف وأرباع الأوراق التي يمكن أن يلعب بها لصالحه. ولذلك لا أعتقد أنه سيصل النصاب، وحتى لو عقد البرلمان ما الذي سيفعل البرلمان حتى في عدن في ظل أوضاع متشظية هكذا؟ أنا أستغرب يعني كيف وصلت مسألة الساحل ما يدور في الحديدة، وهذا موضوع أيضا نحن سنناقشه أنه كيف يعني توقفت، وهذا أيضا تدور في هذا الإطار في نفس اللعبة ونفس المخطط ونفس الورقة التي يلعبها أيضا المبعوث الأممي الذي يعتقد واهما أو يتوهم أن يعتقد بأن الأمم المتحدة تحل صراعا، بل هي تجير الصراع. نعم، كان متوقع أن الميليشيات ستعمل على إفشال مهمة المبعوث الدولي، وهذا ما توقع الكثير من المراقبين. هل كانت تلعب على عامل الوقت للملمة أوراقها؟ طبيعي جدا هذا الذي يحدث، ونحن من نعطيها ونعطي الأمم المتحدة ونعطي الحوثي الفرصة. أننا للأسف كأننا نجاوب ريموت كنترول، عندما يكون معك جبهة تقاتل وعلى وشك أن تصل إلى مشارف الحديدة وبذلت هذا الجهد الكبير وهذا التقدم وهذه البطولات وهذا الجماجم التي تم التضحية بها، ثم يأتي من يقول لهم ستوب، قف بمكانك، لا تتحرك، هناك أوامر وهناك ضغوطات دولية. هل نحن شقاق؟ هنا السؤال، هل نحن شقاق مع الأمم المتحدة أم مع أي دولة من الدول؟ نحن نحرر بلادنا أم نحرر بلاد الغير؟ نستغرب والله من هذا الشيء. يجب أن تستمر الجبهات، أن يستمر الجيش في التقدم في يفترض، لأن كلما هذه أخذها معادلة، كلما حدث تقدم في جبهة من الجبهات تتدخل الأمم المتحدة. ماذا يعني ذلك؟ تتدخل لصالح الحوثي وليس لصالح الشرعية. هنا يستنجد الحوثي بالشرعية بالأمم المتحدة، فتأتي الأمم المتحدة عبر الأمم المبعوث الدولي ويقوم عبر تصريحاته تلك الإنسانية المدغدغة للعواطف أنه سوف يحدث ويحدث ويحدث. هذا كلام فاضي. لو حصل تقدم ولا نلتفت لما يقال وإلى أي تهديدات، حتى لو جاءوا بطائرة تقصف، ما هي بلادنا، يجب أن نحررها رغما عن أنف الآخرين. نعم أستاذ سالم، ابقى معنا، أعود إلى الأستاذ محمد في الاستوديو. كيف تقرأ إعلان المقاومة الوطنية المشتركة استكمال تجنيد دفعة جديدة من أبناء مديريات الساحل الغربي ومحيطها في معركة الخلاص الوطني من الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا؟
فقط أضيف إلى ما قاله الأستاذ سالم. نعم. أنا أحمل مسؤولية أيضا الشرعية والمتحاورين الذين ذهبوا بالأمس من قبل المؤتمر الشعبي العام. يجب أن يعوا هذا تماما، أن لا حوار مع الحوثي على الإطلاق على الإطلاق. وأعتقد أن المسألة الآن ليست بيد الأمم المتحدة، المعركة بيد الإقليم، بيد الأطراف المتصارعة، الأطراف التي تخبر أو تعرف الحوثي وتعرف مشروعه تماما. أما بالنسبة لمعركة الساحل، أعتقد أنها لن تتوقف على الإطلاق. نعم. المسألة مسألة مصير، المسألة مسألة إنقاذ أولا مدينة الحديدة. وأنا أشيد بالقوات المسلحة والذين يسيطرون على كل منطقة ويقومون أولا بمساعدة الناس. الناس وصلوا إلى مرحلة من الفقر، إلى مرحلة من الجوع، مرحلة من إنهاك، أنهاكهم الحوثي تماما. الحوثي يطلق قنابل عشوائية، هاون، صواريخ، كلها ولا ليس له علاقة بالحياة على الإطلاق. وأعتقد أن الدفعة التي هي من أبناء الساحل فكرة جيدة جدا. أبناء الساحل يعرفون منطقتهم جيدا، يعرفون المداخل، يعرفون المخارج، وسيكون لهم دور كبير جدا إن شاء الله في تحرير المدينة الحديدة. نعم. في محاولة يأس دفعات ميليشيا الحوثي الإرهابية بعدد من رجال الدين وكذلك الخطباء الموالين لها والمنتمين لها لجبهة الساحل الغربي لحث مقاتليها على الثبات، ما تعليق؟ هذا كله هروب إلى الأمام، يعني هروب إلى الأمام لا أكثر. أعتقد أنه الدفع بخطباء الجوامع، إذا كانوا أغلقوا مكبرة الصوت لأن تزعج الناس، وبالأخير فتحوا خطابة عبد الملك الحوثي، الخطابة البائتة، الخطابة القديمة، الخطابة المحرضة الهزيلة. لا يمكن الآن أن يقدموا شيء العلماء والمشايخ على الإطلاق. هم مشايخ محدودين، مشايخ موجهين تماما، مثلما القواعد الموجهة تماما. أعتقد أن الحوثي يعاني كثيرا في كل الجبهات، يعاني داخليا. الحوثي زرع الحقد ضد الناس عليه. الحوثي لم يترك أي جميل للناس، أي صورة جميلة للناس حتى يذكروا به على الإطلاق. نعم. هل نستطيع أن نقول أنه بعد فشل المفاوضات وما أتى من أجله المبعوث الأممي أصبح موضوع حسم الحديدة وتحريرها قاطع؟ نعم. الأمم المتحدة تطلق مبادرة سلام كالعادة، والمبعوث يقول أن هناك حالة إنسانية. فعلا هناك حالة إنسانية، هناك وضع إنساني. أين كنتم من 4 سنوات؟ أعتقد كله مجرد استهلاك الوقت، إلا إذا كانت لعبة. هناك من يعتقد أنه يمكن إعادة الحوثي للواجهة من جديد، ومثل ما فعل مع النظام السوري. النظام السوري أعتقد أنه نظام قائم كان بيحاول، لكن زي هذه ميليشيات لا يمكن أن تقف معه أي دولة على الإطلاق. مجرد كلام، مجرد استهلاك للوقت أعتقد. أما الحوثي لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال جماعة ممكن تقود دولة على الإطلاق. نعم. ابقى معي أستاذ محمد، أعود إلى الأستاذ سالم. الآن المقاومة الوطنية تستكمل تجنيد دفعات جديدة، وكذلك هم الآن في معسكرات الاستقبال استعدادا لضمهم إلى صفوف المقاتلين. هل يعتبر تجنيد أبناء المنطقة هو من باب أهل مكة أدرى بشعابها، أم أنه ما أثار حفيظتهم بسبب ما انتقامات الحوثيين منهم؟ نعم، هو كذلك فعلا أهل مكة أدرى بشعابها، لكن السؤال ليس أن نقوم بالتجنيد فقط لأنهم نبع منطقة. السؤال ماذا بعد التجنيد؟ نعم. ماذا سيعطى لهم؟ ما هي نوع التجربة؟ من هي القيادة التي تستطيع أن تقود هؤلاء إلى النصر، إلى تحقيق تقدم حقيقي؟ ليس مسألة أن نجند ثم نضحي بهؤلاء الناس ربما عندهم أبرياء مساكين، عندهم حماس، عندهم شجاعة، عندهم وطنية، لكن ما يجب أن تعي القيادة التي تقوم بجمع هؤلاء الأفراد وهؤلاء الشباب، ألا تأخذهم فقط وتجمعهم من أجل مسألة محرقة أو مسألة إنه تعبيهم بشعارات وطنية. يجب أن نعرف ما هو التكتيك، ما هو التكنيك العسكري، كيف، ماذا ينبغي، إلى أين نريد أن نصل، ما الهدف من هذا العمل، بأن هل الغاية تحرير الحديدة، انتزاعها من أيدي الحوثي الذي يمنع الإغاثات ويمنع ويستولي على الضرائب وعلى كل المتعلقات التي الدخل التي تجرها من الحديدة. طبعا أنا كما قلت وأقولها سابقا، إذا لم
يستغلون الفرصة في هذه اللحظة. الجيش أنا أسأل طبعا يا أستاذ أستاذ سالم، يعني لن يتقدم بعد نعم. ذلك على الإطلاق، وستكون توأمتها أختها كأخت بمنطقة نهم الذين ظلوا ما زالوا 3 سنوات في محل السر الذي صعد إلى الفضاء وعاد قد اكتشف أشياء الكرة الأرضية ثم عاد، ونحن لا إنهم حضروا لهم ولا إنهم عادوا أدراكهم. هذه كارثة ومصيبة. نعم أعود إليك. نعم تتحرك فقط، والبعض الأممي يتحرك عندما يبدأ الحوثي بخسائر فادحة، عندما يشعر بهزائم في بعض المناطق هنا يتحرك المبعوض الدولي. لماذا لا يتحرك المبعوض الدولي عندما تحدث خسائر في الأرواح، وعندما تحدث مجاعة حقيقية، وعندما تحدث طبعا يا أستاذ نعم أستاذ سالم، وهذا ما كنت أحاول أنه أسألك عنه، لكن أنت استبقتني في الرد، أنه الممارسات الحوثية اللي قام فيها في الحديدة وكذلك زرع الألغام في المناطق هذه ما جعلت الشباب أصلا يبادر لأنه يكون في الصفوف الأولى للدفاع عن مدينته، وليس ما بعد التجديد. هذا معروف الآن أنه كل منطقة تحاول اجتثاثهم منها. الآن أسألك عن المحاولة الدينية اليائسة التي دفعت ميليشيا الحوثي لتوظيف رجال الدين والخطباء لجبهة الساحل الغربي، هل يعتبر هذا آخر رهانها أم ماذا؟ دائما الجماعات الدينية أيا كانت جماعات أو أحزاب أو فرق دائما تستغل الدين، وإلا لما أصبح جماعة دينية أساسا. هو سلاحها الأموات، هو سلاحها الأساسي، هو شعارها الذي تراه. لذلك نحن كعرب وكيمنيين بالفعل دائما نتأثر مشاعرنا بياشة عندما يأتي الأمر متعلق بالدين وبالإله وبالنبي ومش عارف من وإن الجنة والنار مش عارف من هذه الشعارات التي تجعل الإنسان أو المرء بالفعل يتأثر ويسابق الريح من أجل يرمي بهذه التهنجة، وهو يعتقد بأنه قد ضمن مفتاح الجنة. هؤلاء الناس للأسف مثل ما هم عندهم غسيل مخ تماما، مفرمة عقولهم وعبيت بأفكار لا علاقة لها لا بالدين ولا علاقة لها بالقيم ولا علاقة لها بالأخلاق. هم أيضا يقومون بتعبئة أفراد جدد ويعبونهم بنفس الأفكار التي يعتقدون بأنها صحيحة وبأنها من صميم الإسلام، بينما هي لا علاقة لها لا بالدين ولا بالقيم ولا بالأخلاق. ولم طبعا مع مرور الوقت أكد لك أن هذا الحشو وهذه التعبئة لم تنطلي على الشعب وعلى الناس البسطاء، حتى هم مع مرور الأيام سيكون هناك وعي، وأنا متأكد ودائما أقول أن الوعي هو شيء مهم. الناس البسطاء أحيانا في أمين في أقصى مناطق الريف تمتلك وعي ربما أكثر من بعض المتعلمين، لذلك لن يستمروا في هذه التوعية الغبية وهو استغلال الدين، فمع مرور الأيام ستحول إلى كرت محروق. نعم شكرا جزيلا أستاذ سالم. أعود الآن إلى الضيفي في الأستوديو الأستاذ محمد. الآن ما بعد مفاوضات المبعوث الأممي إلى صنعاء باءت بالفشل، ما الذي تعتقد أنه سوف يتم بعدها أمميا؟ المبعوث الأممي قال سيحدد ما الذي سيتم بعد نصف شهر تقريبا في جلسة علنية في الأمم المتحدة. نعم. أو سرية لا أدري، إنما لن يتم شيء. أعتقد أنه من الأهمية بكثير أن تستمر معركة الساحل وتستمر كل الجبهات في هذا الإطار، لأنه الإقليم والشرعية وأطراف المؤتمر الشعبي العام يدركون جيدا، حتى المواطن نفسه منتظر الفرق، المواطن نفسه تعب. لهذا لا أعتقد أنه سينتج أي شيء، طالما أنه عبد الملك الحوثي يفاوض من خلف الشاشة كقائد لهذه الجماعة كقائد لبلد. يعني صعب التحاور مع هؤلاء الناس، أعتقد الناس يعرفونهم منذ الحروب الستة وما بعدها و2011 وما بعدها. نعم كيف تقرأ إطلاقهم صواريخ بالستية نحو الدول الجوار، وهم بذات الوقت يطلبون من المبعوث الأممي أنهم يريدون السلام ويتحدثون عنه بل ويطالبون؟ ليست المرة الأولى أنهم يطلقون في ظل وجود المبعوث الأممي. المسألة مسألة تحدي، وأنا لا أعتبرها تحدي، أنا أعتبرها غباء، أعتبرها تخلف. جماعة الحوثي لم تظهر يوما ما بمظهر الدبلوماسية، بمظهر الشفافية، بمظهر رجل السلام. رحم الله الزعيم، كان رجل سلام،
كان قليل الحرب، كان رجل سلام دائما يدعو للسلام، خطاباته خلال 3 سنوات كلها دعوات سلام للداخل والخارج. أعتقد لا يمكن أن يأتي رجل بهذا الحجم ولا جماعة، حتى جماعة الحوثي تجاوزت كل الجماعات الدينية والمؤدلجة والمؤطرة، تجاوز كل من يقودهم الآن، الله أعلم من يقودهم. يعني تصريحاتهم كلها زائفة، تصريحات غبية. لا أعتقد أن سيأتي رجل سلام بحجم عبد الله صالح ليطلق دعوة سلام من جديد على الإطلاق، إلا إذا ذهبت هذه الجماعة إلى الجحيم إن شاء الله. نعم، هل باعتقادك في هذا الفترة البسيطة بحضور المبعوث الأممي إلى صنعاء أن ميليشيات الحوثي استطاعت تلميم بعض أوراقها والعودة مجددا؟ لا أعتقد، أنا الحقيقة لا أعتقد على الإطلاق، كل مراوغة غبية جدا. نعم. لا أعتقد أنهم استفادوا كثيرا إلا إذا توقفت معركة الحديدة، وهذه الكارثة. أنا أعتقد، أنا أحمل مسؤولية المجتمع الدولي الإقليمي عفوا والشرعية بالذات. يعني لا يجب إيقاف الناس منتظرين في صنعاء، الناس منتظرين في تعز، في كل مكان الناس متشوقين إلى الخلاص من هذه الجماعة. ولا أعتقد الحوثي في أي فترة من الفترات أنه كسب ورقة ما، الحوثي يفشل كل يوم، الحوثي كل يوم يفشل على مستوى الداخلي، على مستوى الخارجي لم يستطع أن ينتزع أي شيء حتى على مستوى المواطنين. أنا أعرف ناس عبوها محاضرات من 4 شهور 5 شهور والله العظيم ولا كأنهم يعني في شيء. في ناس لا يمكن تستوعب، لكنهم هم معهم مجامع معينة ممكن تستوعب أفكارهم، ممكن تستوعب محاضراتهم. أنا أعتقد أنه إيقاف معركة الساحل كارثة بكل المقاييس. نعم، إذن وصلنا لختام حلقتنا لهذه اليوم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الشجاع، وكذلك أشكر ضيفي عبر الهاتف الأستاذ سالم المجيدي، وهو شكر مني لكم مشاهدين الكرام، وحتى الملتقى في أمان الله.